ايه النهارده عيد؟ اسف يا شباب، نسيت ارحب بيكم. ازيكم يا شباب؟ النهارده عيد ميلادي يا شباب، النهارده عيد ميلادي، صح يا شباب؟ خلينا بقى ندخل في فيديو النهارده. اوكي يا شباب، فيديو النهارده هنتكلم عن الاس سي بي، تمام؟ واشتركوا بقى في القناه وكسروا زر اللايك واتسبوه. مين اللي بيتمشى جنب بيه بابي ده؟ انا هنام يا عم. تمام. ايه يا حاج؟ لا بقى، ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ اوكي يا شباب، واحلى اطلع من المكان، يلا اطلع. ايه ده لبس؟ لبسوني. واو واو، نجرب السلاح ده على مين يا جدعان؟ نجربه على مين متحمس؟ نجربه على دلوقتي. عرفت هو مين؟ عم رمضان. طلع عم رمضان جاي الليلك. بس اخد الفراخ دي يا جدعان، الفراخ دي سوبر سوبر تشيكن، اهو سوبر جولدن تشيكن يا جدعان، اتغذوا بيها. شفتوا بقى؟ شوفوا ده في النهايه بقت لذيذه ازاي كده يا شباب. يلا يلا عم رمضان ورمضان. استر يا رب، هو خيمت من غير سبب كده ليه؟ انا حاسس ان في حاجه غلط. القناع القناع، عمو يلا الفطار يا عمو. وراك الفطار فين؟ في ظهرك يا عمو. اهدى اهدى، في يا عمو، خدها هنا يا عمو، خدها خد هنا يا لهوي. اخوة انت فين يا عم؟ يا لهوي يا لهوي، ايه ده يا لهوي. ده كان بيستلقى، يا لهوي كان بيستلقى على الارض يا شباب. ايه اتخمت؟ مش بينامش؟ ما بتنامش، ما يموت يا عم. فكك عن يا عم، ان شاء الله اضربك ببازوكا وتغور. ايه ده الدبابة دي يا لهوي. عم رمضان كلي رمضان، عم رمضان بيت موظف هنا. بص انا موظف، تمام؟ مش حد شرير. يلا هروح بقى انضف الغرفة، روح انضف غرفة الماسك. دودة دودة دي دودة دودة دي عم الماسك هتعالجك. انت عندك فوائد في الوش، تمام؟ وعندك فوائد في الضحك، فلازم تعالجها، تمام؟ وتفضل الراديو ده، يبقى كلمني لو انت محتاجني. الماسك بياكلني، الماسك بياكلني، الحقني ايه ده؟ ده مش بيقتلني يا شباب، ولا كأن الماسك محطوط. ايه ده؟ حتى نضفك، في حاجة غلط، في حاجة غلط في وشك، انت شيلها. لسه بقول ان كان شكلي حلو كنت لسه بقول ان كان شكلي حلو بالماسك ده. اوه سكنك حلو يا صاحبي، صح يا جدعان. باركوا لاخويا، وصل له الروبوكس، ولا كانه دلوقتي وصل له اي حاجه. الاس سي بي اي 093، وريني. اوكي دي صح. استر يا رب، استر يا رب، معانا يا رب يا رب. نعم نعم نعم. وجو سلاح؟ لا ده كشاف. لا ليس مسيرا بالاهتمام. يلا يا اخويا رحنا الماسك، نروح ايه تاني؟ يلا يا خجول ده مجنون، خلينا ندخل. استنى مين ده؟ ترى يا اخويا بص على صورته. انت داخل من غير تفكير؟ اه يا عم ما بتدمجني ليه يا عم؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يلا الحمد لله خلصت منه. ايه ده؟ خلينا ندخل هنا، الدنيا كحل. لا لا يا شباب، مش حلوه بالنسبه لكم والله العظيم، هتخافوا مش هتعرفوا تناموا النهارده بسبب البتاع ده. خلينا نطلع هنا فوق، ونيجي هنا، ونطلع هنا.
ونيجي هنا ونيجي إذا غرفة الكابتن وغرفة مين دي؟ واو اوكي، مفيش اي حاجة مثيرة للاهتمام يا جدعان. ايه ده صورته مش باينة؟ معرفش، خلينا نروح لسايرن هيد ولا اقول لكم؟ لا عشان ممل. ايه التلج ده؟ انا بواجه تلج وفي ولا ده وباء؟ ده في جوه ايه؟ something does not feel right. what is this؟ ايه ده؟ انا حاسس ان عينيا بتقفل. يا لهوي ده ايه؟ واه هموت من غير سبب. المرض الجديد ده مرض تموت من غير سبب. رمضان، رمضان قاعد اصلا. لا قام من جحر. استنى اروح اكل السوبر سوبر ابل. اوكي بادج بادج يام، خليني اكل. لا عايز سوبر ابل. هم كلهم نفس الحاجة. يام يام يام. ايه البادج ده بقى؟ يا نهار ده مكانه كله جولد، جولد بمعنى جولد. ايه ده تمساحه؟ you need complete. ملحقة شهر يا شباب. ايه ده؟ باب تاني، باب تاني هيودي لفين؟ طلعني، طردني. رمضان، عرفت في، على فكرة يا اخويا في رمضان تاني، تعالى في واحد رمضان تاني، تعالى ورايا. انت عايز يطردك ولا يطردني انا؟ يطردك انت؟ ماشي يلا، هوريهولك وانت روح له. تمام، تفهم بقى معايا اهو. هناك اهو، شايف اللي عامل زي الطيارة ده؟ روح له يلا يا عم، روح له. مش قلت ان انت عايز؟ يلا اجري بقى. حجري يا ابني، نهار اسود ده طرقعه. الحقني ده، عايزني انا، عايزني انا. يا عم انا مالي يا ابني؟ يا عم انت اتغديت عليه، انت عايز تتغدى على مين تاني يا عم؟ الحقوني 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 الحقوني. مش هستخبى فوق، هستخبى فوق. هو جاي. انا موت. ايه ده بيعمل؟ ايه ده بيعمل المجنون ده يا ابني؟ ما تطلع لي. المجنون ده بيعمل ايه يا ابني؟ ما تطلع من السلم يا ابني. ده بيرقص لي. ايوه ارقص 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 اخويا. روح عند مكان البداية، هتلاقي في حفلة هنا. ارقص 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 ارقص. ايه ده؟ يا لهوي انا بسيبه، كان عايزك انت يا، كان احسن مرة يتغدى بيك واخلص منك. هو فين؟ انت جايبهولي ولا ايه؟ لا شكرا خليهولك. الحمد لله مش موجود. لا الطريق مسدود. ايه؟ اه مصعد، هخلص منه. تعرف يا اخويا ان انت طيب، هات بوسة. ايه ده؟ اخويا اتحول لجحن. الحقونا يا لهوي، انت جت من هنا يا عم انت؟ جت من هنا يا عم؟ لا تطلع يا عطلان، روح فين؟ يا لهوي انت جاي لي من الباب التاني، انت جاي لي من، جت لي فكرة يا لهوي. الحمد لله انا في البرج يا ابويا. يا حبيبي اطلع لي يلا. ما طلعش صح؟ ايه هو بينط؟ هو كان بينط؟ لا لا ده كان اخويا. لا استنى، عايز اكل التفاحة. خلاص البتاع خلص. ايه ده بتتاكل مرة؟ طب يا كابتن ممكن نستراحة دي؟ انا عامل شكل ما بيتفهمش يا لهوي. استنى يا عم استنى. هو يا ابني
كلمته اصلا. واو انت لسه راجع من ايه يا ابني؟ يا عم رمضان التاني، روح اتغدى عليه يلا، هناك اهو. عمو رمضان، رمضان هو في رمضان هناك اهو، بس انا عايز رمضان التاني، روح اتغدى على رمضان ده وانا رايح التاني. بعد كده نتقابل في الساحة اللي هي اللي كان عم رمضان التاني قتلني فيها. هو ايه في هناك بيهمهم في دبابة وعملت جمباز، وفي عم رمضان، عزاك عم رمضان. يلا اطلع لي بقى عند مكان الدبابات والحاجات دي، عشان في ضيف برضه معانا. في ضيفين جايين هيتقابلوا. اوكي يا شباب، اخي يا لهوي، ايه ده ايه ده؟ كان لسه شايف عم رمضان بيعدي من هنا. اه بيجري ورا اخويا. اوكي ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده لف ورجع المجنون، لف ورجع اهو، ولف ورجع تاني. وكلو والتاني جايين لي. يا عم يا عم، في مليون واحد بص على وشك ما تاكلهم، هو مفيش غيري. كوكي مد مد ايه ده يا لهوي، والله العظيم ما بصيت على وشك، انت اللي هايم لي، انت اللي هايم لي. اتنين ضدي دلوقتي، العقوني. اجريمنت يا عم، فكك عني، اركب الاسانسير، اركب اركب. الحمد لله. اه يا نعجلي ما يا لهوي، دخل لي الاسانسير، دخل لي الاسانسير المجنون. ازاي دخل له اصلا؟ انا قفلت الباب، دخل لي. جاي بص يا شباب، هنعمل اخر نقطة والفيديو هيخلص يا شباب، انا اسف والله العظيم مش قادر استحمل الضحك والله، عشان انا برضه عندي مشاوير يا جدعان، اسف. بس انا شايف ان ده اقصى فيديو طويل يعني بالنسبة لكم، يا رب تحبوه. يلا بسرعة نروح نضايقه بسرعة. ازاي اصلا راكب الاسانسير معايا؟ كيف ده؟ يا ابني انا قفلت الباب في وشك، انت ازاي دخلت؟ ايه ده؟ طب ممكن ده اتنسف، الراجل اتنسف. طب يلا ما يلا ما تفتح يلا. فبس كده يا شباب، فيديو النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم، ويلا مع السلامة.